السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الأعزاء، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو حضراتكم بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر، بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما ليا وللقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هنتكلم عن النسيان وقلة التركيز، ودي طبعا مشكلة بيعاني منها كتير من الناس نتيجة للضغوط النفسية أو مشاكل الحياة اللي طبعا بتأثر على الإنسان نتيجة لحدوث الصدمات، وأي مشاكل طبعا في الحياة عموما بتؤدي في النهاية إن هي بتأثر على ضعف في الذاكرة وعدم استرجاع المعلومات والنسيان. طبعا اكتر ناس بتعاني من المشكله دي الطلبه في ايام الامتحانات. الطلبه طبعا بيحتاجوا لنوع من التركيز علشان يقدروا ان هم يتفوقوا في امتحاناتهم ويحصلوا على الدرجات الكبيره طبعا عشان ربنا يوفقهم باذن الله ويكونوا من المتفوقين. النهارده هقدم لحضراتكم علاج رائع جدا رائع جدا جدا حقيقة، يعني رائع جدا، وعن تجربة العلاج دوت ان شاء الله هيعالج موضوع النسيان ويساعد على زيادة التركيز بدرجة كبيرة جدا. الوصفة ديت بسيطة جدا، مش هتحتاج مننا اي وقت خالص، ونقدر نعملها بكل سهولة والعملية بسيطة خالص. كل اللي هنعمله ان احنا هنجيب كوباية مية وهناخد عليها معلقة واحدة من النعناع، وبعد كده هوت هنضيف ليها معلقة من زيت حبة البركة أو الحبة السوداء زي ما حضراتكم شايفين كده. هنقلب المكونات دي كده مع بعضها زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بعد كده هناخد المكونات ديت ونرفعها على النار لحد درجة الغليان. هنرفع المكونات ديت لحد الغليان، بعد كده بعد ما الخليط دوت يوصل لدرجة الغليان نقدر نشيله من على النار، وبعد كده نصفي المكونات ديت، وبعد كده نسيبه لحد ما يبرد، وبعد كده نقدر ان احنا نشرب منه. المشروب دوت نقدر ان احنا نشربه كل يوم ونتعود عليه بديل عن الشاي والقهوة. المشروب ده رائع جدا رائع جدا جدا جدا. طبعا المقام ان انا اذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام. فحبة البركة معروف إن هي طبعا بتشفي جميع الأمراض جميع الأمراض، عافانا الله وإياكم من المرض. المشروب دوت لو وظبنا عليه واستمرنا عليه يوميا نقدر نشربه كل يوم كوب من الخليط دوت كل يوم، إن شاء الله أبشركم بأنكم لن تنسوا بعد اليوم، أبشركم بزيادة التركيز بزيادة درجة الكفاءة في استرجاع المعلومات والذاكرة. وبشركم إن شاء الله لو تعودتم على المشروب ربنا إن شاء الله يحقق لكم أمنياتكم وتتفوقوا في الامتحانات، وربنا يوفقكم وإن شاء الله كل الطلبة يحصلوا على الدرجات النهائية. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.